النهارده يوم سعيد على اسر كتير جدا. النهارده نتائج الثانويه العامه اعلنت. خليني طبعا في البدايه كده، يعني ايه رايك بقى في الفرحه اللي في البيوت؟ يعني فرحه كبيره. كلها فرحه؟ يعني انت متاكده ان كلها فرحه؟ حتى لو دايما في يوم جديد، ودايما في تلافي الاخطاء الماضي، ودايما هو ده في اللي احنا محاولات عايزين نقوله جديده. للاهالي، مساء الفل عليكم ومساء الخير على الكتاكيت اللي لسه نتيجتهم طالعه. يعني الحقيقه الف مبروك في كل الاحوال، سواء ناجح بمجموع كبير او مجموع مرضي او مجموع قليل. يعني في الاخر الناس بذلت مجهود، صح، كل واحد على قد قدراته. في ناس بتلعب تمام، بس انا رسالتي للي مش مبسوطين بالنتيجه او اللي اهاليهم مش مبسوطين بنتيجتهم، خلينا نقول او نلخص الموضوع في جملتين. الثانويه العامه كمرحله بكل تفاصيلها وعنائها، انت عملت فيها اللي عليك او ما عملتش، هي خلاص عدت وخلصت، خلينا نركز في اللي جاي. واكيد اكيد اكيد يعني مش هي اللي بتحدد حياتك اللي جاي، واكبر دليل قدامنا ان دودو هي دخلت سياحه وفنادق وبعدين راحت اشتغلت مذيعه. اي، وعلى فكره كان مجموع يجيب اعلام عادي جدا زي صباح الخير، يعني ملهاش علاقه، كل حاجه ملهاش علاقه، بس انا اخترت كليه تفتح الافق بتاعتها في مجال وقريب برضو من مجال الاعلام. الناس دلوقتي بتتخرج من الجامعات بتبدا تاخد كورسات عشان تتاهل لسوق العمل. بالظبط. فالموضوع يعني بلاش يقف عند فكرة النتيجة. صح. انا عارفة ان الاهالي بيبقى عندهم طموحات واحلام واماني وتوقعات وكده، بس في الاخر حقيقي ما بقاش ده المقياس. يعني لا، وما تخليش سنة واحدة هي اللي تحدد حياتك كلها بعد كده. بالزبط. زي ما بيقولوا السنة دي تحديد مصير. لا، مش تحديد مصير، طول ما انت عايش كل يوم انت بتحدد مصيرك يوم بيوم. صح. وعلى قد ما تجتهد وعلى قد ما تحب الحاجة اللي انت بتعملها، والله هتوصل بإذن الله وهتوصلي لكل اللي انتوا عايزينه وبتتمنوا. لكن خلوا عندكم كده يقين بالله ويقين بنفسكم أول حاجة.